أجيال من الآه للموال، من شوقنا من هون لأبعد أبعد من الخيال. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام لليل جديد من برنامج ليل يا ليل عبر محطة الان بي سي. برحب بالفرقة الموسيقية دائما، أهلا وسهلا فيكم. اللي رح ترافق ضيفنا الليلي، مين الضيف؟ من وقت ما ارتقى إلى سدة النجومية لمع كتير غيره نجوم، ولكن ما حدا قدر زاحه أو زحزحه من مطرحه. بقي النجم اللبناني أصلاً وفصلاً، والنجم العربي قلباً ولقباً، ونجم القلوب حقاً ومستحقاً. منرحب سوا نحن وياكم بالنجم اللبناني والعربي وليد توفيق. شكرا. اهلا وسهلا، الله يخليك، يسعدني مساك. يا هلا فيك، يسعدنا مساك، يسعدني مساكم جميعا وجميع المشاهدين. مرحب فيك النجم اللبناني والعربي وليد توفيق على مسرحنا الليلي بين ليل يا ليل واليا ليل. يا ليل في اكيد مسافه كلها نغم، نحن بشوق انه نسمعك على المسرح والحكي بيجي بعدين. خلي لي هيك. اهلا وسهلا فيك. شكرا. مع النجم وليد توفيق. تفضل. شكرا. 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 جذبني إليك يا عمري ما أجملك، حسنك جذبني إليك يا عمري ما أجملك، حسنك جذبني إليك يا عمري ما أجملك، حسنك جذبني إليك يا عمري ما أجملك. ببسمة من شفافك حركت بي السكون، ببسمة من شفافك حركت بي السكون. ويا جميل العيون حيرتني من تكون، ويا جميل العيون حيرتني من تكون، ببسمة من عيون لا
من الندى حسنك ما في حدا يا أحلى من الندى حسنك ما في حدا يا أحلى من الندى حسنك ما في حدا يا أحلى من الندى حسنك ما في حدا لديك بس حبيبي عايز تسيبك عيوني لا تتبسم حبيبي أهلا وسهلا بالفنان وليد توفيق. أهلا وسهلا فيك مراي، مع تحياتي إليك، تحيات لكل المشاهدين ولكل اللي شرفونا الليلة. أهلا وسهلا فيهم. يا هلا فيك. بدنا نبدأ شوي مع كاسات أو بين كاسات راح حبيبي وكاسات يا ليل. في غيبة سنتين ثلاثة، وين كان وليد توفيق؟ لا ما في غيبة، سنة هو بس. سنة؟ سنة بالضبط. بس؟ سنة بالضبط أي سنة والله. طيب سنة. سنة. إيه وكاسات راح حبيبي. راح حبيبي كان السنة الماضية، بس يمكن كيف بدي أقول لك اليوم كتر ما في استهلاك اليوم بالأغاني وبالفضائيات وكذا، بحس الواحد إنه شو ما عمل بعده بده يعطي أكتر. نعم. لكن هو عمره سنة بالضبط بين شريط راح حبيبي وشريط يا ليل. بتعتمد أستاذ وليد إنه تكون هالفترة هيدي بين الكاسيتات؟ يعني تكون فترة سنة مش أكتر؟ هي العملية بترجع أنه اليوم ما فيك ما تكوني دايما جاهزة بعمل جديد. أنا برأيي هي أهم شيء يكون عندك أغنية ناجحة، مش 8 أغاني أو 9 أغاني. لكن حسب ارتباطك أنت مع شركات معينة بيطلبوا دايما ألبوم جاهز. لكن أنا بلشت من سنة أني ما أعتمد على ألبوم، يعني عم تزعل عشو نزلتها قبل ما ينزل الشيت بشهرين. بعدين نزلت بشكيلك يا ليل، بعدين نزلنا بالألبوم يا ليل. لأنه اليوم ممكن تعملي كاسات أنت وتعلقي كل أهميتك على هالكاسات. وما ينجح معك فأنت خسرتي كل السنة. أنا مع الطريقة القديمة اللي هي أنا بعتبرها مش قديمة كتير، لكن بعتبرها أساسية لنا، لأنه احنا نجحنا بهالطريقة. أنه كل مدة تركزي على أغنية بكل أحاسيسك، يكون فيها إبداع، يكون فيها نمط جديد، وتنزليها ما تستني لغاية ما تعمل الألبوم. لأنه إذا فشل الألبوم فأنت خسرت سنة من حياتك الفنية. طبيعي. طب عرفنا أنه هالكاسات هيدا عطيك شهرة ونجاح، الشهرة موجودة، النجاح عطيك قد 10 سنين. خبرنا بالفعل. الحمد هيك لله. هيك انحكى وهيك الحمد لله. تعلمت من الأشياء اللي صارت معي. أنا بعد السينما الحقيقة انقطعت مدة عن تصوير الفيديو كليب. نعم. وما كنت اهتم كتير بالكاسات، ولا اهتم كتير مش بالاعلام الصحافي، بالاعلام المرئي. اليوم احنا شأنا ام ابينا بعصر الاعلام. وكل فنان ما في اعلام مركز عليه او عم يهتم هو باغانيه او تواصله مع جمهوره، فهو بحس حاله بالضل. وهي صارت مع نجم ما بدي اذكر اسامي، نجم فنان كبير مهم، معلش ملحم بركات، الموسيقار اللي بنحبه كلنا ومعتز فيه، مرق فترة أنه ما كان مبين ملحم، بس هو كان عنده أغاني وكان عم يشتغل، لكن ما كان في مؤسسة إعلامية عم تهتم بملحم بركات. نعم. يوم اللي نوجد مؤسسة مهمة ومانجر لشغله يمكن أو لأغاني، رجع ملحم أقوى من الأول. فهذا أكبر إثبات. اليوم مثل ما قال لي واحد فرنساوي كنا بباريس عم نشتغل مع الفيرجن والإي أم آي، قال لي ممكن نلاقي اليوم 100 مطرب، بس صعب كتير نلاقي مانجر مدير أعمال.
العملية مش بس صوت مراي، العملية أكبر من هيك بكتير. أنا بعتبرها مؤسسة كاملة، مؤسسة الفنان، مؤسسة بكل معنى الكلمة. فمن هون أنا يمكن أنت قصدك غبت شوي، أنا في سنتين معينين كنت غايب شوي، كنت مغيب وليس غايب. يعني أنا من ألبوم كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني إعلامياً، إعلاميا ما كان في مؤسسة معينة عم تهتم بولي توفيق، وأنا كنت مقصر شوي باهتمام بالإعلام بس المرئي والمسموع. بس أنت أول مطرب عمل مؤسسة لإله؟ من زمان، من زمان، من زمان لهلا. بعد مكتب بالقاهرة وعندي مكتب هون وعندي موظفين وكل شيء. وأنا مشكلتي وجعي بحياتي دايما بسألوني طيب ليش ما منشوفك وليش دايما بعيد، بقول له أنا اللي بغني وأنا المانجر تبع وليد توفيق، وهيدي أصعب شغلة. نعم. يعني فعلا كنت عم فتش عليها صار لي مدة، بس لما قال لي الفرنساوي لقيت كلامه مزبوط. ممكن تلاقي 100 مصور شاطرين، نعم، بس مش بسهولة تلاقي مخرج. طيب قديش أو اثنين شاطرين. نعم. قديش بتهتم أستاذ وليد لكن بفنك، وأنت أول شخص وأول مطرب اهتم بهالأمور بإدارة أعماله وفتحت مكاتب مثل ما ذكرت بمصر وبلبنان؟ طيب لك ليش بقولوا عنك اقتصادي لكن؟ شوفي اليوم يعني قديش بتسخى قديش بتسخى بفتح مكاتب وتعيين موظفين كل هيدا كليباتك وأغانيك مزبوط. كل هذا أنا بعتبره نوع من الشوشرة بعض أوقات على الفنان. في ناس إلا مصالح دايما ترمي الشجرة المثمرة وترمي بعض الفنانين. مثل مين أستاذ؟ خلينا نقول مخلفات الحرب. أنا بقول الحرب كانت كارثة على لبنان وعلى الوسط الفني والصحافي. نعم. في رواسب موجودة بعدها وعم تخلص، بس الحمد لله في رواسب بيكون له مصلحة معك ما نفذت له رغبته، أو بيكون ما ماشي على طلباته اللي هي بتهمه مثلا، عرفت كيف؟ صحفيين يعني؟ يعني خلينا نقول بكل مجالات الإعلام، ما فينا نقول بس الصحافي الحقيقة. نعم. فممكن يقول أي شغلة عليك. إن بالزمان قالوا على عبد الحليم، تصوري هالنجم الكبير العظيم، قالوا عنه إنه اقتصادي وقالوا بخيل على 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 حياته. مع إنه أنا بعرف كان لما مات عبد الحليم ما كانش معه مصاري. نعم. أي ما حدا بيعرفها مصاري كاش ما كان في كتير، بس كان عنده ثروة فنية. وأكبر شركة كاسات هو عبد الوهاب، وكان بدأ يعمل الفيلا بأواخر أيامه لما توفى. نعم. فهيدي دايما أقاويل بتطلع لحتى يحارب الفنان. وبعدين مش عيب أبدا الفنان يكون اقتصادي وينتبه على على قرشه اللي بيجيب اليوم الأبيض ليوم الأسود. لأنه أنت بيجيك يوم في كتير هلا فنانين ما معهم يسجلوا، وإذا ما في شركة تتبنيهم، إذا ما في مؤسسة تسجلهم، ما بيقدروا يسجلوا اليوم. وإذا بدي أذكر أسامي، سمير أزبك من الأصوات العظيمة، عصام رجي، يمكن ما عندهم أغاني مثلا؟ عندهم أغاني. مش المشكلة اليوم الغنية، النص أو اللحن اليوم أسهل بكثير من تكاليف الأغنية. أنا كل قصدي اللي عم وجهه أنه هالفنانين بزمنهم ما كان في مدخول مثل هذا الفنان، وكلهم عندهم حياتهم، كانوا عندهم مصاريفهم. لكن أنا بقول أنه الغنية بتعملية، بس اليوم تكاليفها، تسجيلها باستديو، تصويره، هذا كله بيكلف. ما بيقدر الفنان، انا واحد من الناس بقدر اطلع على باريس اعمل يا ليل. نعم. سجلت قادر صوت راح حبيبي كلف 120 ألف دولار، هذا كله انا بشركه وراي اجنبيه اشتغلت معي، بس كله انا عملته كشركه. لو ما عندي مؤسسه وعندي شركه، مؤسستك يعني بدي ادور على شركه تشتغل لي. فمن هون عندك شيء مشكله يعني؟ ما عندي مشكله، لا الحمد لله. تعبت شوي بس قدرت اوصل للي انا الحمد لله. يمكن فيك نتفه توفر بالنسبه للتلحين لانه بتلحن انت؟ لا لا لا، مش توفير. ليكي اليوم بكل شيء فيكي تكوني اقتصاديه الا بفنك. انا مع الفنان يكون اقتصادي بكتير امور معينه تافهه بالحياه ما لها طعم يعني. نعم. وللاسف لما بشوف فنان اليوم انه منتبه على حاله او منتبه على عائلته وعم يصرف بالمخفي، ما ضروري يبذر ويبين حاله. نعم. انه يبا واقف على طاوله القمار ولا عم يصرف شمال ويمين، للاسف هذا بسموه انه هذا صريف يابا. واللي بقى منتبه على عائلته وعلى حياته وعلى كذا وما عم يستفيدوا منه بعض الناس بيطلعوا عليه مليون اشياء، هي ما بتهمني انا. بس انا اللي عم بقوله انه هالمطربين هودي ما تراجعوا. انا بشارتك عصام رجي بعده صوته احلى من الاول، سمير أزبك احلى من الاول، وانا مش عم دافع عنه بمعنى دفاع، بس انا محروق انه هودي فنانين عطونا سنين وايام اغاني حلوه لانه كان وقتها في شركات تهتم فيهم. نعم. اليوم لانه ما عندهم شركه عم نرجع او مؤسسه، انا يوم من الايام لما غبت شوي عن الناس لانه ما كنت مهتم ان يكون عندي مؤسسه اعلاميه عم تهتم باغاني. عندي كتير اغاني كنت عم بعملها بس مش عم يشوفوني العالم، يعني كل ما يشوفني وينك انت ليه ما عم يشوفك. فاليوم التلفزيون والاعلام والاقتصاد زي ما نحكي هن اليوم العالم، حتى بالحرب أهم وسيلة، حتى بالرئاسة اليوم كلينتون. نعم. ولا كلهم بأمريكا بيجهزوا رئيس الجمهورية إعلاميا،
وبياخد اصوات يمكن لانه بيحبوا البنات اكثر من الشباب، مش هيك والله؟ طيب حكيت عن هالمطربين. لا بدي وصل لحديثك او سؤالك اخت مراي، انه يا ليل كنت محضر له مزبوط هالمره. يعني محضر له ميزانيه، محضر له شغل. لهلا صار لي 4 أشهر انا بعد ما نزل الالبوم وعم بشتغل للشريط. نعم عم بشتغل له ليل نهار في كل بكل معنى الكلمة يعني. نعم. عشان هيك اخذ هلا الحمد لله. الى جانب طبعا الالحان الحلوه، الى جانب خطوتي بي عم تزعل عشو، يا ليل بشكي لك، يا ليل بصمه حب، الاغاني اللي جوا كتير حلوين. بتوزيع جديد بهالنقله جديده كتير الحمد لله فادتني يعني. يعني بما انه حضرتك ذكرت المطربين اللي بتحبهم هيئتك، عيسام رجي وسمير يزبك، لان ذكرتهم اثنيناتهم، محمد جمال، ليش ما مثلا بتنتج لهم انت طالما صاحب مؤسسة؟ انا حتى بالتلحين شوي وقفت، كنت عم لحن لنجوى وعم لحن لكثير مطربات، وصباح وسميرة اخذ لي كل وقتي وليد توفيق. ما قلت لك انا المانجر تبع وليد توفيق. هيدي مشكلتي هلا، يعني مشكلتي انا انه ما عم لاقي شخص يكون يقدر يحمل مسؤوليه النجم اليوم. وشفنا نجوم كثير طلعوا سنه سنتين، ولما هالمكتب اللي كان مهتم باشغالهم وهالمؤسسه هيدي لما تركوه، مع انه هاجمون كثير، لقينا فعلا لانه ما عندهم الخبره، ما عندهم يمكن الاساس، ما تعذبوا بمشوارهم ليعرفوا وين الصعب وين الصح، فاتاثروا وتراجعوا بنجوميتهم. هي حقيقه. فاليوم قلت لك اياها وبرجع بقولها، بنلاقي 100 مطرب اليوم بس صعب نلاقي مانجر. ايه طيب عم تقول انه عن التلحين، بس ليش ما بتنتج يعني انت بتنتج كاسات اغاني؟ ان شاء الله هلا عملنا احنا. شو رأيك؟ اول انتاج كان راح حبيبي وعم يتوزع بشركات تانية، ويا ليل كمان انتاجنا شركه لإلك بس مش لغيرك من المطربين. ان شاء الله يعطيني بده وقت لتنجح. بده وقت، بده شغل الانتاج. يعني الانتاج مراي مش والله نجيب مطرب بس نسجل له برا، بجيبوا النجم يدرسوه، هل بينفع النجم، هل ممكن يستمر او لا، مش يابا نسجل اغاني وخلص. في شغل يعني كثير صعب انك تطلع نجم اليوم هذا. نعم. يعني بده وقت، بدك تقعدي تدرسيه، مشيت وضحكت، هل لازم يحكي هذا او لا؟ في كتير مطربين برأيي أنا ما لازم يحكوا على الهواء. وقت بيحكوا بيخسروا، لأنه ما عندهم خلفية، ما عندهم ثقافة. نعم. فنية. كله هذا بيأثر على كلمة النجم. فيك تسمي حدا؟ لا ما بدي. بلا تسمية. طيب في مطربين بيسموهم النجوم، وفي نجوم بيسموهم نجوم النجوم. هالأسماء شو بتعني بالتحديد؟ وهل إنه لقب نجم النجوم مثلا أعلى رتبة من لقب نجم؟ شوف هي كلها زغرفة، أنا بالنسبة لي ما بتعني لي شيء، صدقيني صدقيني من كل قلبي. أنا بيعني لي كلمة اسم وليد، هل ساكن بقلوب الناس أو لا، هيدا بحجمه هو بالنسبة لي اللقب. اليوم بتقولي أنت مثلا اسم نجم لحاله لقب، هيدا الفنان قدوة، الفنان اللي بيبقى الناس بتحبه. انت قبلت بلقب نجم النجم اللبناني ولا النجم اللبناني ما قال اي تفسير الا هو نجم ستار. يعني شو قاله نجم، شو قاله، شو تعبيره؟ هلا عمول انا اهم من اي مطرب؟ ابدا. هلا عمول نجم النجوم؟ ابدا. انا عمول نجم عربي، نجم العرب، بهاني اني عم سمي عم انتمي لعروبيتي، عم انتمي للبنانيتي اللي بفتخر فيها. بس لا مثلا مسميين الفنان راغب عليه زميلك نجم النجوم مثلا، يعني لقب، يعني يعتبر لقب. هذا انا بالنسبه لي ما يعني ما كثير بهمني، وليد توفيق بس بكفيني بكل صراحه بقول. لكن مشكور اللي قال لي هاللقب هذا، ميرسي له كثير. نعم. يعني ناخذ مثل اكبر، فيروز، ما عم شبه حالي طبعا، نحن تلاميذ ببحره. عبد الوهاب، بقولوا عبد الوهاب لحاله بمصر. بليغ، عبد الحليم، ما قالوا العندليب، العندليب الأسمر. بس هاي نجم النجوم. عبد الوهاب مثل ما ذكرت له كتير ألقاب، 20 لقب، 30 لقب. بس بالأخير اللي باقي هو عبد الوهاب. موسيقته واسمه وصوته. اللقب هو زغرفة، صحفي بيكون بحبك حابي، أو مثلا بيكون ناس تانين حابين يكبروا الشخص، يعطوه شوية كورتيزون أكتر ما هو، فبينفخوه شوي. بس هذا كله أهم شي حب الجمهور، أهم شي حب الناس لألك. هذا اللقب، هيدي القوة، هذا الوهج تبعك أنت، وليس الألقاب كلها زيلة وكلها بتروح ما بتدوم يعني. نعم. ما بيدوم غير اسم الفنان اللي هو بعيش بقلوب الناس وبعيونها. نعم. طيب بلكي الصحفي اللي بيعطوا ألقاب هلأ زعلوا منك، شو بتقلهم؟ لا أنا ما عم أنا مش عم أقول يعني، أنا عم قلك أنه بالنسبة إلي هن حرين، من حقهم. أنا بحب مراي، فيني أقول أحسن مذيع، من حقه الصحفي.
فيني أقول أنا والله أحلى طلة وليد توفيق. أنا مثلا في كتير ناس بيقولوا أحلى حضور عندك أنت على المسرح. ما فينيش أقول اللي عم تقول لي هيك كمان. ميرسي يعني هذا نعمل مجاملة بالعكس. نعم يعني بتقول شكرا. طبعا نعم شكرا بس أنا ما تاني لي شيء صدقيني. حكينا عن الفنان راغب عليمي قبل شوي، هل صحيح أنه كان معلق لك صورتك فوق تخته؟ الله هي بترجع بتزعلي بكره مني يا عمي. هو صغير. انا خدت عهد على نفسي اني ما اتعاطى بكل هالامور بالنسبه للشباب. راغب نجم لبناني ونجم بحبوه وانا بفتخر فيه لانه لبناني، وهيدي الامور بتدل بيناتنا ما لازم دائما نحكي فيها لانه ما بتوصلنا بالاخير الا للقال والقيل يعني. نعم. ما في اي لا مشكلة. شفناها بالصحافه يعني شغله قالت انه قبل يمكن مزبوط يوم من الايام كان يجي لعندي ويشوفني كمعجب باغانيي ويغني اغانيي وبكل حب يعني ما في شيء. انا كنت معجب بعبد الحليم بمحرم، كنت دائما كنت معلق له صورته مثلا طبعا تحتك. لهلا صوره عبد الحليم عندي، لهلا صورة عبد الحليم عندي، صورة فيروز عندي، ملحم بركات انا بعلق صورته بشوف حالي فيه. نعم. طب هلا 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 حاليا فوق تختك صورة مين معلق؟ صورة وليد ونورهان. الله يخليهم يا رب وهن طبعا اولادك. طيب خلينا ننتقل هلا شوي لمهرجان لبنان 2000. لانه طالما عم نحكي عن الفنان راغب علامة انه كان ببدايته حاطط صورة للفنان وليد توفيق فوق تخته، زميلك الفنان راغب علامي اللي شارك بمهرجان لبنان 2000 صرح انه كان بالمهرجان هو والفنان كاظم الساهر والفنان عمرو دياب وما جاب سيرتك. ليش برأيك؟ لا سيرتي ولا سيرة مجد الرومي ولا عاصي الحلاني. ليه برأيك؟ ما بعرف يعني، ياريت تسألي هالسؤال بكرة بس يكون ضيف معكم. أنا تفاجأت الحقيقة وحتى سؤلت يعني من طرف لا هن أصدم بس أصدم بالعيد يعني أنه بالعيد اللي اشتركوا بالعيد هم هالأربع نجوم، ما أصدم عم يحكوا على كل نجوم 2000. هذا كان يعني جربت تستفسر. طبعا. بس هيدا هو كان الجواب. بعدين الحفلة مسجلة والناس شافتنا وعامل الكليب أنا من أصلا من مهرجان 2000 يعني. نعم. الملاحظ أنه كلكم غنيتوا وكان وراكم في فرقة رقص، فكرة مين هالفكرة؟ هون بقى بدنا نسأل مين عم بيوصل لمين. يعني احنا مش عم نشتغل كتير مخافيين الحقيقة، وأنا لما اجت الفكرة براسي اجت الفكرة. نعم. حتى قبل ما يكون أحد المحطات اللي نقلت المهرجان. نعم. انه نحين له كان براسي اني اعمل أغنية من أغنية او اكتر من أغنية مع فرقة رقص وعمل كليب لايف مثل ما عملت يا ليل. فالفكرة أنا ما بعرف إذا هن فكروا قبلي يعني عاصي وراغب أو هن عرفوا أنا عملت هيك، ما بعرف يعني. ما فينيش أنا إجي أظلم أو إجي أحكي إشي ما عندي أساس أو شيء لمسه بإيدي. هي الحقيقة. هي الحقيقة يعني فكرتك ما بعرف. طيب فكرتنا نحن هلا أكيد رح توافقنا. أنا فكرتي أقول لأني متمسك فيها هلا بكل طلع. نعم. عم طلع عم بحاول إنه بعد ما نجح كتير مهرجان 2000 ويا ليل تصورت بهالطريقة وكتير حبوا الناس، فحتى طلبت من الـNBC مشكورة وحطت لي كل الإمكانيات الحقيقة إنه جيب فرقة رأس وأعمل كل الإمكانيات نكون بطلة جديدة إن شاء الله. نعم. نشكرون أكيد طبعا من كل قلبي من كل قلبنا، وبنطلب منك هلا كمان أغنية على المسرح. شو بدنا نسمع؟ شو بدك غني انه صوره راغب علامة فوق تختي بعد؟ شو بدك بعد؟ شو حرام عليك بدك ايه؟ حرام عليك يعني لازم كان لازم ناس كراغب ووليد شو القصه لك يا عم؟ لا لا بالعكس زميل هيدا يعني نفسي تخلص القصه بقى عرفت عم نحكي اشياء لا اشياء انه الناس والحضور والمشاهدين بحبوا انه يعرفوا. شو بتحب تسمعنا هلا؟ بدي غني اغنية اسمها بصمه حب. بصمة حب أغنية من لون الخليجي اللي بحبها كتير بألبوم يا ليل. نعم تفضل كلنا سمع. أهلا وسهلا بالفنان وليد توفيق. تفضل.
تحط ابصمها على سطره عسى الايام يوم تذكرنا بصمة حب ابصمها على سطره عسى الايام يوم تذكرنا وسام الحب ماضن يوم يخدعنا عسى قلبك حبيبي دوم يتهنى حمام الشوق لا جا يوم يودعنا بيقول لا طير بيقول لا طير ما لا يوم فرجانا I'm gonna
حمام الشوق لا جاي يومي ودعنا بجلة فين بجلة فين ملايين فرجانا لكم مشاهدينا الكرام ومع ضيفنا لحلقتنا لليلة النجم اللبناني والعربي وليد توفيق. رح نتابع حديثنا ونقول استاذ وليد، جمال المطرب برأيك قديش بيأثر على نجاحه؟ جمال ما بحبه، وسامة الشاب، كلمة جمال هذا البنت، وسامة الفنان. ايه ما بيقولوا هيدا الشاب جميل، ما بحب جميلة. يا جميلة عيون البنت. أي وسيمة لا العيون. خاصة بعصرنا اليوم، يعني عصر الوسيمة. الصوت والصورة الوسيمة. الملونة الوسامة، الرجل وسيم رجل. طيب. قديش بتأثر لكن هالوسامة على نجاحه بفنه؟ وسامة مع كاريزما مع أبهول بتأثر 30-40% اليوم. ليه؟ لأنه نحن اليوم بعصر الصورة والصوت. يعني أنا قبل ما أبدأ غني، حتى وقت بكون عم طلق هاوي ناخدها من البداية، لأنه البداية هي الكرت، يا تكون أو لا تكون. انت اليوم كان زمان نعشق صوت المطرب بإذننا وقلبنا، يعني كل اللي حبانيهم زمان، مش كبار نحن بس اللي حبون اهلنا حتى خبرونا عنهم. ايه لما شفنيهم استغربنا، يعني انه معقول بس ناخد عبد المطلب منه هالشكل الوسيم، لكن عشقنا صوته وطربه، ما عاد فرقه معنا. صالح عبد الحي، حتى في مطربين ما بدناش نذكر اساميهم انه بتحبهم الناس. نعم. مش وسيمين كتير، لكن اليوم انا وقت بطلع على جمهوري كهاوي، اول ما بطل بيشوفوني قبل ما غني، تعزف الموسيقى اولا، بعدين بيبدا المطرب يشوفوه فورا. اللي قاعدين بالبيوت ان كان امهات او بنات او شباب، هيدي عائلته الثانيه فورا. هو انتقل من عائلته اللي بالبيت لعائلته الكبيره، انا بسميها عائلتي الكبيره، هن جمهوري. فوت على كل بيت انا من غير ما حدا يقول لي تفضل. فمن هون بياخذ فورا هو الكارت، انه ليك والله ابو طلته حلوه، بيقولوا وسيم طلته حلوه، قريب من القلب. فورا اخذ، ما بقى انت تركزي 100% على صوته. نعم. وهيدي صارت معنا كلياتنا احنا كشباب اليوم. انا الله وهبني طلي وشبوبيه ووسامه، بشكر ربي عليها، بصلي كل يوم بقول الله يديم علي. نعم. بس ما بعتقد هي بتكفي لتمشي 25 سنه بمشوار نجوميه لبنانيه عربيه سينمائيه، ما بتكفيك هي. نعم. هلا رح انقل لموضوع اكيد بتحبه كتير، وهو الأغنية الوطنية. شو بتعني لك الأغنية الوطنية؟ وجودي. الفنان اللي ما عنده أغنية وطنية أنا بعتبر ما عنده وجود بوطنه. لأنه النجومية لا تتكلم إلا بوطنك، إلا بقوتك لما بتحكي قضية شعبك، وجع شعبك. الغنى مش بس العيون السود والشعر والنطنطة والأشياء اللي مشوفها، الغنى رسالة مثل ما قلت لك وقدوة. اليوم وقت بيحبوا فنان بيقلدوه بتسريحته، بيقلدوا حتى بشعره، حتى إذا رب ضقن برب ضقن بتلو بلبسه. فقداش الفنان مهم وده بيكون مؤثر مع شعبه ومع جمهوره. فأنا بالنسبة لي من أساس نجوميتي، وخاصة من فيلم من يطفئ النار، لما غنيت عود إلى قلبي حبيبي وغنيت آهن زينب، صار عندي جمهور تاني، جمهور خطير. ولما غنيت عن جنوب لبنان بالذات، وحكيت بالفيلم عن زينب وعن قضيتي وعن وجعي كلبناني وعن احتلال أرضي وجنوبي، عرفت كيف؟ هذا كله خليني صرت جزء من الأغنية الوطنية، وأنا صرت جزء من هالحس اللي أنا بفتخر فيه. وبعد منها كملت كبار الصوار ويا جنوب وكتير أشياء بعتز فيها. هيك ما زال عم نحكي بهالموضوع هيدا، نستلحقه يعني ونسمع منك هلأ هيك شيء من الأغنية اللي غنيتها ب مساحة الشهداء. مساحة الشهداء، ايه بالحين العربي. كلمات الياس ناصر والحمل. بعدين بنحكي عن الموضوع، شو رأيك؟ انت ما حتخلي موضوع اليوم، انا عارف. ايوه بدنا نستفيد من كل نحن المواضيع. نحن قاعدين هون ولا كيف بدك؟ ايه نحن هون كبار. حنقول لبسام بس يجهزنا الطبقة. ري بسام. بارك بارح نصور على درب الشهداء الأحرار، بارك بارك نحن الصور
زمان من عل الريان عكل المنابر بكل السحاب يا يا وطني تاريخ اللي عم يتزور وتركنا الحقيقة تنادي نورك يا ابو قلبي منور من قانا ودينا شهادي تاريخ اللي عم يتزور وتركنا الحقيقة تنادي باسمك يا ابو تاريخ العم يتزور وتركنا الحقيقة تنادي اسمك يا جنوب يا منور من قانا ودينا الشهادة التاريخ العم يتزور وتركنا الحقيقة تنادي يا ابو اسم منور بوج الزمان من عل الريان الزمان من عل الرياض يا يا وطني نزور على درب الشهداء الأحرار طارق نحن نزور على درب الشهداء الأحرار وش الزمان من عل الرياض كل المنابر بكل السحاب عطرابك انا خي استشهد قبله في خاله وعمه يومي دمه بيتجدد تيسقط رابك من دمه عطرابك انا خي استشهد قبله في خاله وعمه يومي من عل الريان بوجه الزمان من عل الريان يا يا وطني نحن الزوار على درب الشهداء الأحرار بارك بارك نحن الزوار على درب الشهداء الأحرار بوجه الزمان من عل الريان عكل مرتين. شكرا الله يخليك حلوه كثير الاغنيه وغنيتها باحساس مثل ما كل الاغاني الوطنيه اللي بتاديها بالاحساس وغنيتها باحساس اكثر بالحلم العربي صح ما هو بس كوني صادقه بدي يوصل للناس ممكن ابدا يعني انا بكل شيء حتى كحضرتك مذيعه لو منك صادقه وانت عم بتحكي وتحكي صدقيني الناس ما حيكونوا بيحبوك ولا معك لانه ممكن تكذبي سوري او اكذب مرة واثنين وثلاثة لكن بعدين لا. تمشي مشوار طويل أنا بقول الصدق هو الطريق القصير لو أنه صعب وممكن الواحد يتعب ويتعذب وفي ناس كتير تطير قدامه عرفت كيف بس ما بدوم إلى الحقيقة بالأخير للجمال بينفع للوسامة كل هيدي مظاهر شكلية بتساعد الفنان لكن أهم ما في الفنان داخله وصدقه وعطائه وأبداعه اللي بقى. إن شاء الله يا رب بعد عمر طويل أو بعد مشوار طويل بعد
بنبقى مع الناس، هذا أهم شيء، هذا أملي بحياتي إن شاء الله خير. إني كل محل مع هالنجوم الكبار يوم الأيام بنتي أو ابني أو أهلي مثل ما وعدتهم يشوفوا حالهم فيه بس. أكيد هي. شوقتنا لنسمع من الأغاني الوطنية اللي بإحساس دايما، شو أنا نسمع على المسرح؟ أنا بدي أقول أغنية من فيلم من يطفئ النار على قد ما بيحبوا الناس، وبمناسبة هلأ احنا بنيسان قانا والجنوب، وهالأغنية هي من كلمات سمر محمد سلمان والدي الروحي اللي وقف جنبي بكل مشواري السينمائي الحياة. ألحان كمان كلمة وفا بدي أقولها لموسيقار كبير رحل، وأغاني اليوم عم بتغنى بكل الوطن أغاني فقط. شوف الدي السابق عصره كان اللي هو كمان مسك بيدي بمصر وقدمني للإذاعة والتلفزيون ولحن لي أكثر من 5 أغاني، الموسيقار بليغ حمدي. فحقول يا حبيبي في المدينة، هلا بنحكي كمان عنه وقت تغني الأغنية. تفضل. حبيبي يا حبيبي عد إلى
جنوبي قلب لبنان الحزين كيف أنساه وفي قلبي الأمين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي هل سقط في المدينة يا حبيب يا حبيب كنت عزيزي حبيب هل سقطت في المدينة يا حبيب يا حبيب كنت عزيزي شكرا على الأغنية الرائعة بالفعل. خليكي أنا بعدني لهلا منتشي مع إني أنا كنت عم غني. أي. مش بس إني من صوت العمق اللحني والكلمة الصادقة والموقف بنرجع إنه هذا اللي بدوم. هي أغنية عمرها من سنة 80 وهي أول مرة تتغنى لايف ب أنا حبيت أعملها محطة تلفزيونية هدية لمحطة الأم بي سي. شكرا لك. بس على كل العالم وهدية لأهل جنوب الصامدين والمقاومة وكل جنوبي صامد وعربي صامد. ليش سيد وليد ما عدت غنيت بالفصحى؟ والله يعني أنا ساعات بسأل نفسي هالسؤال مع أنه أنا من أول الشباب اللي بدأت بأهن زينب وبدأت بعود إلى قلبي حبيبي وبدأت نعم. يعني يمكن أخذتنا شوي الموضة الأغاني اللي عم تطلع أو لحقنا أشياء معينة ونسينا أهم شغلة هي أنا بقول مع أنه الناس الكلمة الفصحى إيه بس مع أنه الناس عم بتحب القصيدة أو هالأكبر سبات اليوم عود إلى قلبي حبيبي أهن زينب عم غنية بكل حفلات عم تنطلب نعم. إن شاء الله بيكون لي نصيب وبعمل شيء إن شاء الله باللهجة إن شاء الله الفصحى. خلينا نرجع للحلم العربي. بمهرجان الحلم العربي تبين أنه كان في إلك وجهة نظر مخالفة للقيمين على هالمهرجان. خبرنا شو القصة. ابدا نحن حكينا كثير بالام بي سي عملنا حلقه كامله لكن اللي صار الحقيقه بدي ارجع يعني انا كان بودي الحلم العربي يكون مثل ما انا بحلم وكل عربي نظيف وكل انسان وطني بيحلم بوطنه بحياته بمستقبله لكن نجيره لمصالح معينه او نجيره ل هذا اللي كنت انا معارضه لانه كان بودي انا انه الحلم العربي بعد ما نجح النجاح العظيم رغم السلبيات رغم الاشياء الصغيره اللي حصلت رغم اللي صار بسحة الشهداء ما كان بودي يتوقف ابدا الحلم العربي. كان بودي نلف كل العالم كمجموعه مطربين اللي غنوا الحلم العربي مش مثل ما صار جربوا يجيروا هذا النجاح وهذا استقطاب الشعبي لاصوات ما كان لها دخل بالحلم العربي ولا غنت الحلم العربي ورفضت ان تشارك في الحلم العربي. اللي غنوا الحلم العربي هم اللي وافقوا يغنوا وعرض على في عرض عليهم كلهم رفضوا نعم. ما كانوا متوقعين النجاح الجماعي اللي حيحصل ما كانوا متوقعين انه العالم موجوعة من حصار العراق من حصار ليبيا من احتلال القدس وفلسطين من احتلال جنوب الجولان هذا كله وجع مزمن جوات كل عربي حر. افتكروا العملية انه حتكون اغنية بدهم كل واحد دايما بفتش الانانية اني انا اكون النجم. احلى ما في الحلم العربي كان هو النجم هو بحد ذاته هو كان نجم الفكرة بدل فيلم السينما زمان كانت ليه 20 نجم عم يعملوا فيلم لحتى ينجح شارع الحب وليس نجم معين فقط نعم. من هون أنا كان بودي الحلم العربي نكمل ونلف كل الوطن العربي مثل ما صار بساحة الشهداء يصير بساحة العباسين بدمشق يصير ببغداد يصير بالكويت يصير بوين من كان وراعي هالحفل يكون بدخولية رمزية نعم. تندفع للأسرة بأسرة الجنوب تندفع لأعمال خيرية لأعمال وطنية مثل ما بيعملوا برا. هذا كان كل همي أنا وكل هدفي وأكبر إثبات لكلامي في حفلة عملناها بباريس من يومين وكان معي 2 نجوم من الحلم العربي زكرة من تونس بوجه لها تحياتي وصديقي إيهاب توفيق غنينا كليتنا بالحفلة. لما خلصت دعيت أنا زكرة وإيهاب لنغني الحلم العربي نعم أخذت سوكسي الأغنية قد كل شيء غنيناه بالحفلة الزغريت جزائر وتونس والمغرب وكل العالم كانوا قاعدين وقفوا يزغرطوا ويغنوا معنا الحلم العربي
الإنسان العربي بحاجة ليمد إيده لكل عربي. الإنسان العربي موجوع في إشي بداخله كتير، فالأغنية مهمة كتير يعني. فهذا كان وجهة نظري إنه ليش ما نكمل. نعم. ليه ما نكمل؟ نعم نحكى عنها كتير، لأن مشان هيك رجعنا لها تنعرف السبب مزبوط. يعني ما بدي أحكي بالسلبيات، عم بحكي بالإيجابيات اللي هي بتهمنا وبتهم الإنسان العربي. نعم. لأنه حكينا كتير عن الأشياء التانية. نعم. بس وقت طلعت على المسرح وقلت ما بريد يختصبوني ببلدي. شو يختصبوني؟ شو يختصبوني؟ بلا بلا قلت لا مش هيك. لا لا شو قلت؟ لا مش هخليك يا أحمد العريان تختالني مرة تاني. يختالك؟ ايه يختالني فنيا. نعم. لأنه أنا في إلي قصة مع أحمد العريان، وكل مرة قلبي طيب برجع بقبل معه، عرفت كيف؟ واللي بيجرب بيجرب بيكون عقله مخرب. هذا مثل. أنا لو بمشي بس على أمثال أمي وأمثال ستي وستك ممنوعة ولا بغلطة بحياتنا. اللي صار أنه أنا بالحلم العربي لما جيت حطيت صوتي ما كنت عم غني، كان واقف معي الموسيقار صديقي وحبيبي حلمي بكر وصديقي حميد الشاعري، هم اللي قنعوني أنزل. ونزلت أنا ومريض عم حط صوتي، بسموه جايت بالموسيقى، يعني تجربة صوتية. نعم. أكيد هي بسام والموسيقيين اللي قاعدين بيعرفوها أكتر من أكيد. فأنا حطيت جايت وعساس جي تاني يوم حط صوتي مشان أحفظ يعني. نعم. حطيت صوتي ورحت على البيت تاني يوم، لقيتهم عملوا مكساج. هي أول اغتيال بعتبره أنا، لأنه اللي يسجل لا يمحي. لازم كنت غني أنا بالنسبة إلي أحسن منك بكتير، خاصة جنبي كتير نجوم عم تغني مهمة يعني. فهي أول اغتيال أنه نزل لي صوتي، مع أنه هذا مش خالص يعني، هاي دي بروفا كانت. نعم. وعزمني على أبو ظبي مشان المهرجان، قال لي ما في فرقة موسيقية لايف وكل فنان بيكرم فنانين بلده. أنا كنت حابب أطلع كرم وديع الصافي، صباح، فيروز بيغني. لقيت في فرقة موسيقية ولقيت في مطربين حيكرموا مطربين بلادهم بأغنية على المسرح. أنا مش جيت أوزع جوائز يعني، أنا ما مني ما شغلتي وزع جوائز أنا. نعم. في عندي إشي أهم بكتير بحياتي هلا أعملها. فانسحبت من المهرجان أنا وصديقي نور مهنا وقتها، ورفضنا نطلع وقعدنا بالغرفة. فاعتبرته أنه اختالني مرتين بالكذب يعني، سوري ما بدي كذب حتى نكون قد حوزم يعني. نعم. أنه ما صدق معي باللي وعدني فيه أو ما كان صادق بكل شيء قال لي. نعم. فمن هون أنا أعتبر أنه اختالني مرتين. طيب التالتة بقى. نعم. التالتة بسحت الشهدة كانت. قال هو انه ما حدا حيغني بلاي باك، كلكم حتغنوا الحلم العربي، وحتى النجوم اللي جايين جديد حيغنوا، اللي هن ما خصهم بالحلم العربي مع انه بحبهم وصدق اصدقائي مش مشكلة يعني، لكن هذا نجاح اللي غنوا الحلم العربي. الناس هال 300 الف اللي اجوا ودي جايين لشباب الحلم العربي ولازم يغنوا لايف. شو ناقصنا نغني لايف؟ ليه ما نغني بلاي باك؟ حتى نبيل شعالي حرام مش موجود حطوا صوته، فكله كان في امور منها مزبوطه. نعم. فقال لي هو انه ما فيش وقت بلاي باك. لقيت انه في بلاي باك، خدت غنيتي انا اللي عملها ومحضرها، كلمه الياس ناصر ملحن بركات، وقدمت الغنيه وقال لي انه حتغنوها. طلعت على المسرح تغني كمان شيروا الغنيه، سمعتهم بيقولوا كات بقى على الحلم العربي. فغلط معي وقال لي انه كان بودي صديقي وحبيبي عاد ما هو يعني بده يجي مني بكلمتين، انه كان بده يغني بس ما في وقت. انا ببلدي وبساحة الشهداء ما عندي وقت اقول اغنيه وطنيه، ليش يا سيدي يعني اللي عم يتقال انه. فاخذت الميكروفون. في احمد العريان وغيره مش لا فقط بالاخير كان. اتضح لي حتى من سيمون اسمر ومن الكل انه احمد العريان هو المسؤول عن الحفل، هن بس عم ينقلوا الحفل. صار نقاش بعدين وصار زعل، لكن بالاخر عدنا مع بعض واتضح انه المسؤول عن الحفل 100% هو أحمد العريان. لكن برضو عندي عتب كان على سيمون ولهلا وبعدني، أنه كان بيقدر كمخرج وبيسموه أو المخرج يعني مثلا. أو كمحطة أنا بتعامل معه في تمر أغنية كانت ما في مشكلة يعني. هلا كل شيء راح بحل سبيله، فهذا اعتبرته أنا اغتيال فني. نعم. ثلاثة يعني صاروا ثلاثة مش أختي صار. طيب هل الفنانين اللي اشتركوا بالحلم العربي اشتركوا فقط للشهرة أو للنجومية أو شو بتقول؟ أي مطربين اللي هن أساساً اللي غنوا الحلم العربي واللي غنوا بعدين، اللي غنوا بعدين كان بدهم يعني يقدموا شيء على نجاح على هالحلم العربي تيمدد لأمور تانية بعدين، ما بعرف شو هي. بدهم يعملوا الأمل العربي، بدهم يعملوا في مصلحة يعني. نعم. في مصلحة حتى امتداد لهذا. طيب لكن اللي شاركوا بالأول، كل اللي شاركوا بالأول بالحلم العربي أنا شفتهم كيف باستديو جايين بالجينز وبالحب وعم يسجلوا أصواتهم
وما في امور ماديه من أبداً. بعد الحلم العربي من بعد اذا كان في ناس بدها تستغل هذا النجاح وعلى راسهم هو اللي منظمه مش هني اللي حط براسهم هالشيء هو احمد العريان نعم هذه انا سمعتها وشفتها بعيني نعم لا حتى يقطفوا هالنجاح مع انه المفروض اللي يقطفوها ودي اللي هن غنوا الحلم العربي برجع بقول واللي هو عمل الكليب لالون واخذ الشهرة الواسعة مزبوط ولا نعم ورجعنا دور الإعلام لو ما تزق إعلاميا بهالطريقة المكثفة ما كان نجاح النجاح هذا نرجع لدور الإعلام طيب شو رأيك نسمع مقطع من الحلم العربي على المسرح ومن بعدها دغري ما نسمع يا ليل يا ليل هالأغنية الجميلة والحلوة اللي أخذ كتير شكسي حبيتي يا مرأة كتير حلوة الحمد لله يا رب هلأ أخذ الحمد لله أوائل بكل مرتبات بكل العالم الحمد لله يا رب تكرم عينك بس ما هيك ما مدر رحيم جاي وصلت واحدة ها نحن طمعين بالصوت والأغاني الحلوة تفضل مع النجم وليد توفيق أجيال وراء أجيال هتعيش على حلمنا العالم حكي تكسر سنين بثوان قدر العصف والطيران قدرنا نغني أغاني في لغات العالم حكي تكسر سنين بثوان قدر العصف والطيران قدرنا نغني أغاني تعلم تبقى جريء مشوار الألف ميل خطوة تبقى في الطريق اتحدى الكون اتمرن وتعلم تبقى جريء مشوار الألف ميل خطوة تبقى في الطريق Come on.
البلاد.
نرجع سوا لمتابعة سهرتنا مع النجم اللبناني والعربي وليد توفيق. أمتي بدنا نقول والعالمي، خاصة هلأ تعاملك بآخر عمل مع شركة إنتاج عالمية. إن شاء الله، بس برجع بقول لك وليد توفيق بس بكفيني. نعم، لا إن شاء الله، نحن أكيد نتمنى لك إن شاء الله. ما في شيء بعيد، واللي عملناها كنا بباريس بكان بمهرجان الميدام. ميدام شركة كتير عاملين مهرجان، وكنت أنا المطرب العربي تقريبا الوحيد بهالمهرجان. لكن أنا بعتقد أنه اليوم في سوق للأغنية العربية كتير، إن كان بأوروبا أو إن كان بأمريكا أو إن كان بالأمريكا اللاتينية. فعلا اليوم عم نعرف هالشي من خلال الشركات العالمية اللي عم بتعاقد مع معي او مع بقيه النجوم العرب الحقيقه. ان شاء الله خير بوجودكم اكيد. خلينا نرجع شوي وليد توفيق الى الطفوله. طفوله وليد توفيق، والدك الدركي توفيق توتنجي من طرابلس، شو بعدك بتذكر او شو بتقلك هالايام، ايام طفولتك؟ يعني هلا ما في احلى من الانسان وقت بيرجع هيك اوقات بينه وبين نفسه لطفولته. في اشياء بتذكرها كتير، الله يرحمه زرع فيني كتير اشياء مهمة. لكن بتذكر مرة كنت بفيلم، كنت فيلم، كنت حب افلام الهندية والعربية، شحار وبكا وتعطير. افلام الهندية كنت حب كتير الافلام الغنائية، اي فيلم غنائي حتى لو امريكاني. كنت حب كتير ألفيس، وحب افلام شامي كابور، و وكنت حب كتير أفلام العربي اللي هي فيها غنى. أي شيء في موسيقى موزيكال أو غنى كنت ليني ليل نهار بالسينما. فبتذكر مرة هو بتعرفي كان رياضي وسلك الدرك بالجيش، وإنه كيف يعني ابني يطلع مغني، بده يعني يطلع مثل ما كل أب بيحلم طبعا ابنه يكون دكتور أو مهندس كهرباء أو لأنه كان الفن زمان مثل ما قلت لك ما كانش يطعم كتير خبز الحقيقة. لكن أنا مصر ومشاغب، غني بالصف يطردوني من المدرسة، غني ومن كان. فمرة كنت طالع على طريق المينة طريق عزمي، كان كل شجرة هيك ليمون تاخد العقل، وريحة الليمون هونيك كتير حلو كانت وبعدها إن شاء الله. فطالع من فيلم سينما أنا اسمه جنكلي، طالع وحافظ شوي من الأغاني وماشي لحالي مثل المجانين بهالطريقة عم غني. غني شو كنت عم تغني؟ عم غني أغنية بالفيلم اسمه ماريا شابة خير، وأغنية اسمه جنكلي. فمرقت العربية بتوقف وبينزل منا، بينزلوا منا بي وعمي وبيضربني هيك على قفاية بيقول لك عيب كيف بتغني بالطريق انت؟ طبعا هاي ما بنساها بحياتي، لانه اولا خفت وما كنت متوقع ان يكون بي بهاللحظة موجود يعني. نعم. طب هيك ما زالك عم تحكي فيك تغني لنا مقطع هندي من هالاغنية؟ طبعا يعني كنت اتذكر في مقطع بقول Mereya chapakhe Mereya chapakhe Mereya chapakhe Mereya chapakhe. هذا كنت حافظه. حلو كثير. ممكن تشانجلي. وكان في أغنية تانية كنت حبها كتير، شكرا. كان في أغنية كتير بحبها كمان عملها وقتها توني حنا الله يجزيه الخير. نعم. إن شاء الله يكون بصحة طيبة، عملوها عربي وقتها، بتقول لهلا بعدني بحبها، بتقول جاهي كوي موتي جانكلي كهيتا اوكي جوكي موتي جانكلي كهيتا جاهي كوي موتي جانكلي كهيتا اوكي جوكي موتي جانكلي كهيتا هم شا كهي كهو كله كا كهو. حلو حلو كثير حلو. هلا اني 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 اعرف شو عم بيقولوا ما بعرف. أيه. حافظ الجاهي كوهي موكي، عرفت ركبوني الموسيقى. الموسيقى هذا لحن كثير نجح وقت. نعم. نقلت من شغلي لشغلي، كم شغلي يعني عملت كنت تحصل على ليرتين تروح تتعلم العزف على العود؟ أصريت إني يعني أصريت. في ناس ما بتعرف هالأشياء كتير، بشوف حالي فيهم هودي. أنا هودي دايما بقول إن حتى كل شاب عم يسمعني ما يفكر إنه إذا أبوه مش ميسور الحال أو إذا كان من عائلة متوسطة ما بيقدر يوصل للحلم، مثل لما بقول بالحلم العربي تحدى الكون وتمرد وتعلم تبقى جريء. بحب كتير هالكلام هون. يعني حبيت أثبت لبيي ولأهلي إنه الفن شغلة مهمة كتير، وممكن أنا أكون شغلة مهمة إذا عم أقولها بصدق
عم قولها بصدق، مش والله لحتى اكون مطرب الناس تحبني بس وعربي مشهور والناس وبناتي زقفوا، لا لا لا، هي العمليه ابعد من هيك بكتير يا صدقيني. هذا كان ولغايه هلا هدفي انا بالنسبه لي. نعم. فكنت بالمدرسه بيعطيني رب بي نص ليره كل يوم، بياخذ فيها منقوشه وجاتو يا دوب يعني يكفوني. فلا اتعلم العود، كان استاذي ضرير الله يطول بعمره، بعده عايش بامريكا. سافر تعمل عملية وقابلته هونيك، وهذا له فضل علي كبير، وعلى كثير موسيقيين بطرابلس وبيروت. كان شاطر اسمه أمين عزار. نعم. وفي شخص معه تاني كان اسمه وهب عزو، وهلا أولاده معي، عازف الأورج وعازف الطبل فادي وخيو. نعم. فكان الدرس، كان الدرس بليرتين وقتها، وكان استاذ ما في دين عنده، ضرير مجرد ما يسلم عليكي بده ياخذ الليرتين بيقيسهم هيك بطريقه الارتكيف تشوف اذا مزبوطين، وكل الواجهات مسكره بمفاتيح مشان ما حدا ياخذ العود. فصرت اشتغل بتصليح عند الشبطيني بطرابلس بتصليح الراديو والتلفزيون، اولا مهنه بحبها لانه فيها كمان فنيه كتير. وكنت من ورا استاذي اقلب الراديات القديمه، كان ممكن تعمليها امبليفاير. هو الراديو؟ ايه. في هيك طريقة نورة بتعملي، بتحطي ميكروفون بتغني بيطلع صوتك حلو كتير. هيات رحت اشتغلت عنده. هلا اذا صار شيء بالبيت مثلا شيء بعرف ايه بتصلي. هلا بعدني، بعدين صرت اكبر مقاول بطرابلس انا. كملت انا لو ما اشتغلت ومعي مادة ما قدرت اعمل فنان. برجع بقول لك مثل ما هلا انا وليد توفيق كثير اعطاني ملايين، هلا عم بصرف على وليد توفيق. فمن هون قدرت اني لقيت ما في غير اشتغل. كنا بال بدي اشتغل تتعلم العود. ايه؟ بدي اشتغل. نعم. فصرت خلص مدرسه الساعه 4 وروح لعند الشبطيني فيليبس عتل وفوت بهالمستودع اتعلم تصليح الراديو والتلفزيون. فكنت دائما مثل ما قلت لك اقلب الراديو وغني بحلم بيك بقى، وغني لرشدي وكل اغاني اللي بحبها، واخذ ليرتين كل يوم بوشي على طول لوين عشيرة لطيفه او الزهريه بطرابلس عند استاذي، لاني كنت واقف قدام الواجهه وممنوع فوت اذا ما معي مصاري. فالحسره بقلبي اطلع بالعود وما معي ليرتين فوت اتعلم العود. فلما صار معي مصاري صارت تنفتح الابواب كلها، عرفتي هالدنيا. نعم. فتح لي الباب وصار ياخذ الليرتين ويعلمني كل يوم سماعي على العود. بعدين حبني، لما حبني استاذي صار يصاحبني معه عازف عود هو كمانجا. كانت الفرقه 3 اشخاص او 4 ماكسيموم، ما كان في مثل هلا. فكان هو ما شاء الله يعزف كمانجا، يعزف اكورديون، فظيع كان يعني نابغه. فكنت اطلع انا بالعود هو بكمانجا، وكان معنا وقتها بتذكر يمكن محمد عزو بيو للطباد اللي معي هلا الحبيب، كان عازف طبله معنا، ونطلع على افراح وحفلات. بس كلها كنت من ورا بي وامي، ما كانوا يعرفوا، ما كانوا يعرفوا. مش هيك سميت حالي وليد توفيق مش تتونجي. توتونجي بي كتير معروف بطرابلس بيكل قتلي يعني، ما بقعد فوت على البيت. طيب هلا اكيد بدنا نسمع شيء منك على المسرح باغنيه زعلان. زعلان عم تزعل على شو؟ عم تزعل. اي بس انت زعلان على شو؟ هي الغنية لحتى الواحد ما يزعل، انه ما تزعل على الاشياء اللي ما فيها كتير ما بتستاهل يعني، انه هالدنيا هو ما بتساوي اشي هالدنيا كذا، لكن في امور ما فيكي ما تتضايقي وتزعلي عليها بالحياه. فلازم نفسر هون لجمهورنا الحبيب انه ما معناتها انه ما تزعل على شيء بهالدنيا ما في شيء بينزل عليه، لا، في اشياء بالحياه ما فيكي ما تزعلي عليها، بس اكثر الاشياء عم تزعل على شو؟ ما عملنا لك شيء. نعم. هذا مفهوم الاغنيه. انت من شو زعلان؟ وزعلان على شو؟ انا بزعل شوي على الفوضى اللي صايره بالفن. أنا بزعل شوي على قلة الوفاء بالوسط الفني. أنا بزعل شوي على التنكر لنجومنا الكبار اللي كنت عم بذكرهم. أنا بحكي عن لبنان. يعني اليوم بتلاقي النجم ما بيحب يجيب سيرة نجم تاني، أو ما بيحب يحكي عن نجوم تعبوا وهن إلن فضل بتوصيل الأغنية اللبنانية وهالنجومية اللي عايشين فيها. بزعل لما واحد بيحضنك ببوسك زميل لإلك، وبنفس الوقت بيكون عم يطعنك بصميم شغلك. أو طيب غريب، ليش مش موجودة هالروح الأسرة الفنية بلبنان؟ لأنه صار في زحمة ورواسب الحرب لازم ادفع الثمن. أنا بقول هالحرب هيدي اللي مرت وإن شاء الله عم تنذكر بس ما بنشوفه ولا بتنعاد إلا ثمن. ما في شيء ما له ثمن بالحياة. أنا هاي يعني قناعتي، ما في شيء ما له ثمن. بتاكل كثير بك تنصح، مش هيك؟ بتزعل كثير بك تنضر، ما في شيء. بتزرع طيب
بدك تحصل طيب لو بعد وقت طويل. نعم. بزعل على مثل ما قلت لك هالزحمة اللي صار اليوم، صار اللي ما بيغني بده يغني، صارت شغلة اللي ما قالوا شغلة للأسف، مع أنه هي مش هيك صدقوني. الفن شغل مهم كتير. بعدين إذا ما نقول أنه والله صوته حلو، طيب أنا بشارتك شرط، لو في عنا حرية إعلام بالوطن العربي مثل ما موجود بلبنان، لا رقيب ولا واللي معه ماديات بيدفع بتزا غنيته، إيه لتلاقي في 200 مطرب بكل دولة عربية. لكن احنا عم نستعمل هالحرية هاي، عم نستعمل هالديمقراطية هاي بطريقة غلط. يعني بتلاقي واحد شغلته ما يغني بده يغني، لا هي مش هيك. النجم النجم شغلة أبعد بكتير من أنه بس صوته حلو. أنا بقول بكل بيت لبناني في واحد صوته حلو، يبقى صرنا كنا بدنا نغني. مين بده يزقف لنا؟ مين بده يسمع؟ صار بدنا جمهور. مش معناته أنا ضد أنه يطلع أصوات، أنا بلشت مثل كل واحد، بس شوي شوي مستعجلين. وما في عنا مثلا هلا بالعسكر في رتبة عسكري وفي ضابط، كلهم ضباط وكلهم الأول وكلهم الأساتذة، هيدي مشكلة كبيرة بتزعلني، يعني بتزعلني طبعا. بس طيب عم تزعل على شو؟ عم تزعل على شو؟ اليوم. يلا طبعا نسمعها. تفضل على المسرح. على شو ما عملنا لك شي؟ وقت ويني بتمشي ما بيتساوي اشي. عم تزعل على شو؟ على شو ما عملنا لك شي؟ وقت ويني بتمشي ما بيتساوي اشي. وهالدنيا يا هو على شو على شو ما بنالك شي؟ وأويني بتمشي وين وهالدنيا يهو هالدنيا يهو هالدنيا يهو غنوا معنا يا ناس يهو. عم تركض هالايام ونحن بنركض فيها، بالكانو قدام صار احفى فيها. Hot.
عملنا لك شيء وقوايلي بتمشي وقت ما بتساوي هالشي الدنيا زعلانة شو على شو عملنا لك شيء وقوايلي بتمشي وين ما بتساوي هالشي الدنيا هو خلقها ما في ولا زهرة طلع طر سرقها ولا شجرة وصلت خلقها ما في ولا زهرة طلع طر ما في ولا شجرة وصلت خلقها ما في ولا زهرة طلع طر سرقها هتغنوا معي؟ يلا هدني 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 يا ناس كنا سوا هدني يا هو هدني يا هو هدني يا هو يا ميراني يا هو وهدني على وين على وين على وين
يا مسافر عدوي نرجع لكم مشاهدينا الكرام لنتابع سوا الحوار الأخير
بسهرتنا ولقائنا لليلة. الوقت دايما بيدهمنا وهيك بيبقى راكد ومستعجل، خاصة مع ناس بتلك هيك دمه خفيف. ايه الله خلي لي وقلبهم طيب وصادقين. كلك ذوق صادقين. بتعرفي حتى بضحكتك انا مش عم كثير عم هلا عم بحكي الحقيقة. تسلم. ضحكتك حتى وانت متضايقة من التصوير وتعبانة وكذا بتحسيها من قلبك اكيد. ايه مثل ما انا بصير فيي، لاني بحس اني هالكاميرا هاي كل اللي بحبوني او اللي عم يتفرجوا علي هن معي. هن كمان عم يتلقوك بصدق. الله يخلي لي اياك كلك ذوق. استاذ وليد، السينما شو اخبارك مع السينما؟ السينما انا بحبها كثير، وبالزمان عملنا كم شغله حلوه، لكن وصلت لوقت انه مش بس انا بالاخير مش ممثل، لكن عم نشوف انه افلام كبيره لنجوم كبار ما عم تنجح كثير، لانه ما عم يعرفوا كيف بعد الجمهور يخلوا يجي على السينما. اليوم صرنا فضائيات والفيديو افلام، اليوم عم نشوف افلام مكلفه ملايين وبعدهم بده يصوروا بشقه مفروشه او بالطريق عم يغني غنيه. نعم. او نفس القصه ونفس الشقه ما في يشتري شقه والبطله حبته ما حبها. يعني انا بقول السينما غرفه الانعاش، وهذا اللي بعدني عنها الحقيقه، لانه كانت حتاذيني. بقول بكل صراحه قد ما فادتني بالاول، لكن حسيت انه بلشت بدها تاذيني. نعم. وخذي اليوم مقياس، كانوا ينجوا من زمان 100 فيلم سينما، اليوم ما في 10 افلام او 11 فيلم بالسنه. فشوفي قديش تراجعت السينما. تراجعت. طيب يحكى انه في فيلم سينمائي بيحكي عن قصه حياتك، حكايه نجم. في عده عروض الحقيقه. اجاني هلا في عندي عرض مفروض اعمله انا والهام شاهين، مع تحياتي الى ان اختارتني انا كمطرب للدور يعني، والمخرج نادي حمزه، عم نتناقش حول الموضوع. لكن وين نوقف دائما نحن؟ مع المنتج. لانه بدي اقول شيء مره، رجعت لكلامي الاولاني، يعني بحب اقول شغله، الفن جماله بامكانياته. يعني اليوم التلفزيون او السينما شو جمالها؟ ما بتشوف فيلم عم يعملوا فيه اشياء كثير مكلفه مصاري، بيقول لي الله ليك الديكور شو حلو، الله ليك التصوير شو حلو، ليك اللبس، ليك الفرقه. طيب اليوم اذا ما فيها الامكانيات ما في سينما، ما في انتاج. فالمنتج اليوم بفكروا شغله هينه. انا بقول اصعب شيء، رجعت لكلامي، بتلاقي 100 ممثل بس بصعب تلاقي منتج مثل رمسيس نجيب ولا مثل المنتجين اللي هن بفتشوا عن نجم وبيطلعوا وبيعملوا افلام بيصرفوا عليها. اليوم قليل، انا ما عم بقول الكل. نعم. لكن هذا المفقود بده يجي. يعني شو مين بدك؟ مصاري. رجعنا على المصاري، رجعنا. نعم. على الماده. نحن ما نعمل شيء من لا شيء، بعكس برا. الاجانب بيصرفوا اكثر شيء على الانتاج، ما بيفكروا الا بعدين كيف بتجي المصاري. ناخذ مثلا المسلسلات السوريه اليوم نمبر 1 بالعالم العربي. ليش؟ لانه الدوله السوريه والتلفزيون السوري عم بيساهم بانتاج المسلسل. نعم. فعم ياخذ يعني السينما خلاص؟ لا، هلا في حركه سينمائيه، في رجال اعمال كثير بدوا يعملوا شركه مساهمه ان شاء الله، وانهم ينجوا. انا بدعيك مثل ما عم يصرف اليوم على الكاسيت وعلى الاغاني وعلى الكليبات. نعم. انا بقول السينما بحاجه للايادي البيضاء، لناس معهم ماديات ماكنه، شركات، ويعملوا شركه مساهمه وينجوا افلام على مستوى القرن 2021 اليوم نحن. نعم. على سيره القرن، بال2000 دخلنا الالف الثالث، شو بالنسبه لوليد توفيق سنه ال2000؟ كان في نشاط كثير مهم واغاني ومهرجانات. يعني انا بقول الحمد لله، دائما الحمد لله ربنا اعطانا كثير. وكانت سنه 2000 بالنسبه للامور العالميه مش كويسه، كانت سنه كلها صعبه، فيضانات وزلازل، الله يبعد عنا يا رب. نعم. من الناحيه الفنيه انا بقول الحمد لله، يعني يلي حضرته ب 2000 ما فينيش، فكان لي كثير محطات مهمه ب 2000 الحمد لله يا رب. اهم شيء اني انا حسيت كاني مبلش امبارح بال 2000، وهي بقولها من كل قلبي. حلو. بمهرجان 2000 على الكورنيش اللي عملته أنا عم غني على المسرح، حسيت حالي وليد توفيق اللي جاي سنة 73 وعم بيطلع على الناس. طيب الآخر الأخبار، يعني الياليل كاسيت الياليل طبعا نزل على الأسواق بس ما صار له زمان، بس أكيد أنت بصدد التحضير. بالمية مية مية عم تحكي. دايما أنا بلشت حضر على طول، ما بتكل إنه والله عندي. هلا بلشت تحضر لكاسيت جديد. هلا امبارح كنت قاعد مع الشباب اللي اشتغلوا معي بالكاسيت الأولاني، يعني تعاونت مع ملحنين جداد لأول مرة بشتغل معهم، أمثال جوزيف جحا ودكتور ميشيل جحا. طبعا أستاذ ميشيل مش جديد. آل جحا. نجحنا معهم بعملين كتير حلوين، عم تزعل عشو يا ليل. هلا عم نحضر لعيون السود رمشهم ليل، من الكلام اللي كتبه هو لحن جوزيف كتير حلو. امبارح كنا بجلسة عمل مشان الكاسيت الجديد طبعا.
ما فيناش نقعد على الأطلال. نعم. أنا بقول لما بينجحلك عمل هون الصعوبة إنك تعملي الأحلى صح. وتستعديله من هلأ إنه تستمر. طيب نحن بنشكرك الليلة الفنان وليد توفيق على وجودك معنا، كان لقائنا ممتع والأغاني كانت ممتعة أكثر وأكثر. أنا بشكرك كثير على هالوجود، وأكيد ما فينا إلا ما نسمع شيء آخر شيء، مش معقول. أنا كمان بشكرك على وجودك ومحبتك اللي بتخلينا دايما نحس انه مش تعبانين. تسلم وحياتك من كل قلبي. يا اهلا فيك. خليك يا رب. انا بشكرك وبدنا نسمعك على المسرح. يا هلا فيك مع النجم اللبناني والعربي وليد توفيق. صدى وهز الروح من كتر ما في جروح.